الآن سنضرب المطلوب الثاني من مثال رقم 1 صفحة 59. المصفوفة الأولى من الرتبة 2 في 3، والمصفوفة الثانية رتبة 2 في 3. حتى تتم عملية الضرب لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف الثانية، فالتلاتة لا تساوي الاثنين، أي أن عدد أعمدة الأولى لا يساوي عدد الصفوف الثانية، إذن لا يمكن إجراء عملية الضرب. هنبدأ بحل تمارين ومسائل صفحة 62 في الكتاب. السؤال الأول، جد ناتج ضرب المصفوفات فيما يأتي. قبل ما نضرب اتفقنا أن نضع الرتب. المصفوفة الأولى 7 4 3 رتبتها صف وثلاث أعمدة، يعني 1 في 3. المصفوفة الثانية رتبتها 3 في 3. هل سنتمكن من عملية الضرب؟ نعم، عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية. يا ترى ناتج الضرب حيطلع من الرتبة 1 في 3، يبقى حتوقع انه ناتج الضرب حيطلع صف وثلاث أعمدة، 1 في 3. الآن نطبق عملية الضرب، بيساوي الصف الأول من الأولى حضربه بالعمود الأول من الثانية، يعني 7 في 1 زائد 4 في سالب 5 زائد 3 في 1. هاي المدخلة الأولى جيم 1 1 ناتجة من ضرب الصف الأول للأولى مع العمود الأول من الثاني. المدخلة الثانية في نفس الصف، لأني أنا لسه في الصف الأول من الأولى، حضرب الصف الأول بالعمود الثاني، 7 في 3 زائد 4 في 4 زائد 3 في 5. انتهت المدخلة جيم 1 2 1 2، يعني صف أول الأولى عمود ثاني. المدخلة اللي بعدها صف أول من الأولى مع عمود ثالث من الثانية، 7 0 زائد 4 في سالب 2 زائد 3 ثلاثة في واحد. خلصوا الأعمدة في المصفوفة الثانية، بسكر المصفوفة. الآن أكمل نضرب الضرب أولى، 7 في 1 7، 4 في سالب 5 سالب 20، 3 في 1 3. المدخلة الثانية 21 زائد 16 زائد 15. المدخلة الثالثة 0 سالب 8 زائد 3. نجمع 7 وسالب 20 و 3 طلع عندي سالب 10. 21 و 16 و 15 بطلع عندي 52. سالب 8 و 3 بطلع عندي سالب 5. مصفوفتي اللي ظهرت 3 صف وثلاث أعمدة، يعني 1 في 3. إذا نفس ما توقعت هتطلع لي مصفوفة صف وثلاث أعمدة. الآن حنحل السؤال الأول في 80 مسائل صفحة 62 فرع الثاني. المصفوفة الأولى مكونة من صفين وثلاث أعمدة، المصفوفة الثانية مكونة من ثلاث صفوف وعمودين، إذا رتبة المصفوفة الأولى 2 في 3، رتبة الثانية 3 في 2. أصبح عندي عدد أعمدة الأولى بيساوي عدد صفوف الثانية، إذا بحق لي إني أضرب. سيكون الناتج من الرتبة 2 في 2. أبدأ بعملية الضرب. الصف الأول في العمود الأول تعطيني المدخلة الأولى، 3 في 4 زائد 5 في 5
زائد 1 في 2 نفس الصف مع العمود الثاني، بعطيني المدخل الثاني اللي في الصف الأول. 3 في 3 زائد 5 في سالب 1 زائد 1 في 7. الصف الأول ضربناه في العمود الأول، المدخلة الأولى في الصف الأول، الصف الأول في العمود الثاني، المدخلة ج1 2 في الصف الأول. ما ضلش في أعمدة، بسكر المصفوفة. الآن الصف الثاني مع العمود الأول، 5 في 4 و سالب 4 في 5 و 2 في 2. الآن الصف الثاني مع العمود الثاني، 5 في 3 زائد سالب 4 في سالب 1 زائد 2 في 7. نضرب اتناش زائد 25 زائد 2. تسعة زائد سالب 5 زائد 7. 20 زائد سالب 20 زائد 4. 15 زائد 4 زائد 14. الآن نجمع، هيعطيني 39 مجموع، هيعطيني 11. 9 وسالب 5 و7 11، هيعطيني 20 وسالب 20 راحوا، بضل 4، هيعطيني 33 لما أجمع 15 و4 و14. إذا ناتج ضرب المصفوفتين طلع مصفوفة من الرتبة 2 في 2، إذا حلي أنا صحيح. في عنا إذا كانت ألف مصفوفة مكونة من صفين، صفين وعمود، باء مكونة من صف وعمودين، بده ألف في باء. الحل ألف في باء، هنزل مصفوفة ألف ونزل مصفوفة باء، أحط رتب 2 في 1، 1 في 2. إذن الشرط متحقق، الناتج حتوقعه هيكون من رتبة 2 في 2. نبدأ بعملية الضرب وبنلاحظ، هنبدأ بالصف الأول، هينضرب في العمود الأول. الصف الأول مكون من مدخلة واحدة والعمود الأول مدخلة واحدة، فمدخلة الناتج هتكون 3 في سالب 3. خلصنا ج1 1 صف أول مع عمود أول. الآن نفس الصف مع العمود الثاني، يبقى الناتج حيكون في نفس الصف 3 في 4. الآن العمود الثاني، الصف الثاني عفوا، في العمود الأول، يعني 6 في سالب 3. الصف الثاني في العمود الثاني، 6 في 4، حيكون الناتج سالب 9 12 سالب 18 24، مصفوفة من الرتبة 2 في 2. الآن حنشوف سؤال 4 صفحة 62 في الكتاب. إذا كانت المصفوفة الأولى 1 2 3 مضروبة في المصفوفة 3 1 يساوي 4 باء، ما قيمة كل من الثابتين ألف وباء؟ بنلاحظ إنه هذه المعادلة معادلة مصفوفية فيها ضرب، يبقى أنا هضرب الطرف الأيمن، الطرف الأيمن في عملية ضرب، هضربه، أضع الرتب صفين وعمودين 2 في 2. الرتبة الثانية للمصفوفة الثانية 2 في 1. بما إنه تساوت عدد الأعمدة الأولى بعدد صفوف الثانية، إذا يجوز الضرب، والناتج حيكون رتبته 2 في 1، صفين وعمود.
نبدأ بالطرف الأيمن بعملية الضرب. الصف الأول بالعمود الأول، يعني ألف في ثلاثة زائد واحد في واحد، كونت المدخلة جيم واحد واحد، صف أول من الأولى، عمود أول من الثانية. ما ضلش عندي أعمدة في المصفوفة الثانية، بسكر المصفوفة. نبدأ بالصف الثاني مع العمود الأول، 2 في 3 زائد 3 في 1. الطرف الأيسر ما فيش فيه شغل، بينزل زي ما هو. الآن نضرب 3 ألف زائد 1، وهنا 6 زائد 3. الطرف الأيسر 4 باء. أصبح عندي مصفوفتين متساويتين بنساوي المدخلات المتناظرة، يعني حساوي 3 ألف زائد 1 مع 4. 3 ألف زائد 1 تساوي 4. 3 ألف بنقل 1 تساوي 4 ناقص 1. 3 ألف تساوي 3 بالقسمة الطرفين على 3، أصبحت ألف تساوي 1. باء حساوي باء مع 6 زائد 3، إذا باء تساوي 6 زائد 3، باء هتساوي 9. أصبح عندي ألف تساوي 1 وباء بتساوي 9. في السؤال اللي أمامنا طالب جد قيمة الثابت س، برضه عندنا طرف أيمن وأيسر. الأيمن في عملية ضرب، بحاول أضرب المصفوفتين، مصفوفة رتبتها 1 في 2 والمصفوفة الثانية 2 في 1. تحقق شرط الضرب، إذا ستنتج لي مصفوفة رتبتها 1 في 1، يعني مدخلة واحدة. أبدأ صف الأول في العمود الأول، فيش غيرهم، 2 في 5 زائد س في س. ضربنا المصفوفتين، لما فيش صفوف تانية ولا في أعمدة ثانية، مدخلة واحدة رتبتها 1 في 1 ويساوي 19. الآن أضرب 10 زائد س تربيع، أساويها مع المدخلة مع المصفوفة 19. تساوي المصفوفات بنساوي المدخلات، 10 زائد س تربيع بتساوي 19. ننقل 10 س تربيع بتساوي 19 ناقص 10، سين تربيع تساوي 9. بأخذ الجذر للطرفين، إذا سين تساوي موجب أو سالب 3. الآن سنتعرف على خصائص عملية ضرب المصفوفات. في عندنا نشاط 3 صفحة 59 في الكتاب، معطيني المصفوفة ألف، معطيني المصفوفة باء، طالب ألف في باء وباء في ألف، ونشوف إيش هيطلع معنا. بننزل المصفوفة ألف، 4 3 2 1، ضرب مصفوفة باء، 2 1 5 0. بنتمم عملية الضرب. الصف الأول في العمود الأول، 4 في 2 زائد 3 في 5. نفس الصف مع العمود الثاني، 4 في 1 زائد 3 في 0. الآن خلصنا الصف الأول مع الأعمدة. الصف الثاني، 2 في 2 زائد 1 في 5. الصف الثاني مع العمود الثاني، 2 في 1 زائد 1 في 0. الناتج نضرب 8 زائد 15، 4 زائد 0، 4 زائد 5، و2 زائد 0. الناتج 23 4 9 2. إذا الحاصل ضرب ألف في باء هو المصفوفة 23 4 9 2.
الآن حنشوف حاصل ضرب باء في ألف. ننزل مصفوفة باء، 2 1 5 0 ضرب مصفوفة ألف، 4 3 2 1 نضرب، 2 في 4 زائد 1 في 2 المدخلة الثانية صف أول مع عمود ثاني، 2 في 3 زائد 1 في 1 الصف الثاني مع العمود الأول، 5 في 4 زائد 0 في 2 الصف الثاني مع العمود الثاني، 5 في 3 زائد 0 في 1 نضرب، 8 زائد 2 6 زائد 1 20 زائد 0 15 زائد 0 الناتج 10 7 20 15 بنلاحظ إنه ألف في باء لا يساوي باء في ألف، إذن عملية ضرب المصفوفات عملية غير تبديلية. المثال الثاني في صفحة 60 بيقول لي إذا كانت ألف مصفوفة 10 2 5 1 باء مصفوفة 1 سالب 2 سالب 5 10 المطلوب جدي ألف في باء. بنلاحظ ألف مصفوفة غير صفرية وباء مصفوفة غير صفرية، لكن لما نجد حاصل ضرب المصفوفتين نشوف إيش راح يطلع معانا الناتج. هنبدأ الصف الأول في العمود الأول، 10 في 1 زائد 2 في سالب 5 الصف الأول العمود الثاني، 10 في سالب 2 زائد 2 في 10 الآن الصف الثاني بالعمود الأول، 10 زائد 20 سالب 20 5 زائد سالب 5 سالب 10 زائد 10 نجمع 0 0 0 0 مع أن المصفوفة ألف ليست صفرية وباء ليست صفرية، ولكن حاصل ضربهم طلع معاي مصفوفة صفرية. إذن حاصل ضرب مصفوفتين غير صفريتين قد يكون أو ممكن يطلع لمصفوفة صفرية. في مثال 3 صفحة 60 إذا كانت ألف مصفوفة 7 سالب 1 8 سالب 2 وباء مصفوفة 1 0 0 1 مطلوب ألف في باء وباء في ألف. ألف في باء وتساوي هضربها 1 1 0 0 يساوي الصف الأول في العمود الأول، 7 في 1 زائد سالب 1 في 0 الآن الصف الأول في العمود الثاني، 7 في 0 زائد سالب 1 في 1 الآن الصف الثاني بالعمود الأول، 8 في 1 زائد سالب 2 في 0 الصف الثاني بالعمود الثاني، 8 في 0 زائد سالب 2 في 1 الآن 7 في 1 7 وسالب 1 في 0 إذا الناتج 7، 7 في 0 0 سالب 1 8 في 1 8 و2 في 0 سالب 2 في 0 0 يعني 8، 8 في 0 0 سالب 2 في 1 سالب 2 بنلاحظ
المصفوفة ألف ضرب المصفوفة باء طلع لي نفس المصفوفة ألف. ألف ضرب باء طلع لي ألف. نشوف الآن باء ضرب ألف. المصفوفة باء ضرب المصفوفة ألف، واحد واحد صفر صفر ضرب سبعة سالب واحد ثمانية سالب اثنين. نضرب صف أول في عمود أول، واحد في سبعة زائد صفر في ثمانية. صف أول في عمود ثاني، واحد في سالب واحد زائد صفر في سالب اثنين. الآن صف ثاني في عمود أول، صفر في سبعة زائد واحد في ثمانية. الآن صف ثاني بعمود ثاني، صفر في سالب واحد زائد واحد في سالب اثنين. نضرب ونجمع، واحد في سبعة سبعة، صفر سبعة، سالب واحد صفر، سالب واحد، صفر وثمانية ثمانية، صفر وسالب اثنين سالب اثنين. نلاحظ أيضا باء في ألف طلعت المصفوفة نفسها ألف. نسمي الآن المصفوفة باء، المصفوفة باء تسمى المحايد الضربي لعملية ضرب المصفوفات، وهذه المصفوفة تسمى مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة من الرتبة الثانية، مكونة من صفين وعمودين، القطر الرئيسي فيها واحد واحد وباقي المدخلات أصفار. القطر الرئيسي واحد وباقي المدخلات أصفار. إذن المصفوفة باء تسمى مصفوفة الوحدة، وهي المحايد الضربي لعملية ضرب المصفوفات، وهي من الرتبة الثانية. من مثال ثلاثة نستنتج إنه ألف في باء بيساوي باء في ألف بيساوي ألف. إذا باء لما ضربناها بالمصفوفة ألف طلعت ألف نفسها. إذا باء هي مصفوفة ميم اللي هي مصفوفة الوحدة، وتسمى ميم المحايد الضربي لعملية ضرب المصفوفات. بالمثل لو كان ألف في باء بيساوي باء في ألف طلعت باء، مادام طلعت باء نفسها يعني ألف هي مصفوفة المحايد الضربي، يعني ألف هي ميم وهي مصفوفة الوحدة وهي المحايد الضربي. إذا ألف في ميم بيساوي ميم في ألف ويساوي ألف، تسمى ميم مصفوفة الوحدة وهي المحايد الضربي لعملية ضرب المصفوفات. كذلك باء في ميم بيساوي ميم في باء وبيساوي باء. ميم تسمى مصفوفة الوحدة وهي المحايد الضربي لعملية ضرب المصفوفات. الآن نشاط 4 صفحة 61. إذا كانت مصفوفة ألف 5 سالب 1، مصفوفة باء 2 3 0 1، مصفوفة جيم 4 0 1 3. مطلوب مني أوجد ألف ضرب باء زائد جيم. بنعوض بدل المصفوفات بقيمتها قيمها. المصفوفة ألف 5 سالب 1 مضروبة في قوس، القوس داخله مصفوفة باء 2 3 0 1، هضربها هجمعها عفوا مع مصفوفة جيم 4 0 1 3. بما انه المصفوفة باء وجيم محطوطين في اقواس، يبقى بجمع المصفوفتين، بترك ألف سالب 1 5 سالب 1 ضرب. نجمع المصفوفتين، نتذكر الجمع، الجمع لازم تتساوي الرتب، 2 في 2 و 2 في 2 يجوز الجمع. نجمع المدخلات المتناظرة، 2 مع الأربعة بعطيني 6، 3 مع الصفر بعطيني 3، 0 مع الواحد بعطيني 1، 1 مع 3 بعطيني 4. الآن نضرب المصفوفة ألف بناتج الجمع مع الحفاظ على الترتيب، لأن الضرب عملية غير إبدالية. الآن نضرب الصف الأول في العمود الأول، يعني 5 في ستة زائد سالب واحد في واحد. الصف الأول في العمود الثاني، أنا في نفس الصف مش هنزل، خمسة في ثلاثة سالب واحد في أربعة. خلصنا الصف الأول مع الأعمدة الاثنين، أصبح عندي مدخلتين وتساوي 30 زائد سالب واحد
15 زائد سالب 4 بيساوي 29، نجمع و 11. الآن المطلوب الثاني، ألف في باء زائد ألف في جيم. رح أعوض ألف 5 سالب 1 في باء 2 3 0 1 زائد ألف في جيم 4 0 1 3. طبعا عملية الضرب أولى، فحضرب ألف مع باء وطلع الناتج، وأضرب ألف مع جيم وطلع الناتج، بعدين أجمع الناتجين. نبدأ بضرب ألف في باء. الصف الأول بالعمود الأول، 5 في 2 زائد سالب 1 في 0. الصف الأول في العمود الثاني، 5 في 3 زائد سالب 1 في 1 زائد، نضرب المصفوفتين برضو، صف الأول في العمود الأول، 5 في 4 زائد سالب 1 في 1. صف الأول في العمود الثاني، 5 في 0 زائد سالب 1 في 3. ونسكر المصفوفة، نطلع ناتج الضرب، 10 زائد 0. المدخل الثاني، 15 زائد سالب 1. نيجي ل زائد، نضرب 20 زائد سالب 1 وصفر زائد سالب 3. نكمل هنا، 10 والمدخلة الثانية 14 زائد 19 وهذه سالب 3. الآن نجمع المصفوفتين بجمع المدخلات المتناظرة، 10 و 19 29 و 14 وسالب 3 11. إذا من نشاط 4 تبين إلي أنه ألف في باء زائد جيم تساوي ألف في باء زائد ألف في جيم. وهذه الخاصية هي خاصية توزيع الضرب على الجمع في المصفوفات. وبنلاحظ إنه المصفوفة ألف انضربت في حاصل جمع باء زائد جيم. ألف مصفوفة انضربت في باء زائد جيم، ألف انضربت على يمين باء، وألف انضربت على يمين جيم. هذا التوزيع يسمى توزيع الضرب على الجمع من جهة اليمين، لأنه ألف دخلت على القوس من جهة اليمين، فهتقعد على يمين باء وعلى يمين جيم. أما لو كان بالشكل هذا، باء زائد جيم في ألف، هنلاحظ المصفوفة ألف تقع على يسار القوس اللي فيه باء زائد جيم، فعند توزيع الألف هوزعها من جهة اليسار، يعني هتقعد على يسار باء وعلى يسار جيم، فالتوزيع هيصير باء في ألف زائد جيم في ألف. يعني ألف دخلت من جهة اليسار على القوس اللي بينه جمع، إذا باء في ألف زائد جيم في ألف بنسمي توزيع الضرب على الجمع من اليسار. أما الأولى توزيع الضرب على الجمع من اليمين، وبما أن الضرب
عملية غير إبدالية في ألف في باء تختلف عن باء في ألف، وألف في جيم تختلف عن جيم في ألف.